تواجدنا على معبر كرم أبو سالم أفرج الجيش الإسرائيلي عن عدد من العمال الذين كانوا محتجزين خلال الأشهر الماضية. يعطيك العافية. الله يعافيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو اللي صار معكم؟ والله أخذوني مدرسة بيت لاهية. مدرسة أبو خليفة، تمام؟ وتم اعتقالنا وخذونا وين مش عارفين. قضينا 17 يوم، يعني هم مواهنة شديدة. والباقي عندك يعني محتاج تفسير، يعني قد ما اوصف لك انا 17 يوم نمتش. انا شايف ان انتم مروحين بحافيين. شوف الجيش شو عمل فينا، علي الضمان اقسم بالله العظيم. انزلينا اقسم بالله، اخذونا وودونا على ايرز، طبوا فينا ضرب مبرف البساطير وخبطونا في زورنا، علي الضمان اقسم بالله العظيم. لا إنسانية ولا دولة ولا أقول لك، أقسم بالله العظيم اللي صار فينا ما صار في حدا. 15 يوم بني آدم بنامش بدوش بشوف شنو مطلع أدينا كيف من الشبح زرق وديك مربطات، وكل ما تيجي تنام يجيبوا لك تعمل قاعد في الليل أخبط أخبط أخبط. إيش بدي أقول لك؟ كان مغطى عنينا زي هيك 15 يوم ممنوع تقيمها. هذا الرقم تبعك، الرقم تبع السير هذه. هذه 17 يوم. 17 يوم ممنوع تغمى عينيك. فكرونا جاش ولا غرفان، احنا بني ادمين بشر، بشر اقسم بالله بشر، مش زي يا ناس. موت مستقع، السقع بطانيه واحده بس واحده يجيبوا لنا 200 مستقع هيك صرنا نعمل واحنا نايمين، ما حدا يدور علينا في الشحن هيك حطينا في براكس كنا نايمين في السقعه. وين بدك تروحوا الان؟ والله احنا عارفين هنا رمونا هنا وطبوا يجروا فينا ويقولوا يلا كله هيك وين ما تروحوا روحوا. اسرتك افراد عائلتك وين؟ مش عارف وينهم. انا قاعد برن هان الهان فيش حدا راضي. وين اعتقلوا؟ انا من الزيتون، بس انا كان شيخ ادليل اخذوني من الزيتون. قلنا قاعدين في قلب الدار، خلعوا الباب وخشوا واخذونا. يعطيك العافيه. الحمد لله. الله يعافيك. الله يسلمك. يعني مشاهدينا الكرام، الجيش الاسرائيلي يمارس الاعتقال بحق سكان قطاع غزه منذ بدء الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه، وفي الاسبوع الاخير تم اعتقال حسب ما يقول ايضا الجيش الاسرائيلي انه اعتقل اكثر من 200 مواطن فلسطيني من مدينه غزه وايضا المنطقه الشماليه في قطاع غزة، وهذا جزء من المعاناة كما شاهدنا وكما سمعنا بشكل مباشر من الذين تم اعتقالهم من سكان المنطقة الشمالية في قطاع غزة. أحمد حرب لقناة العربية والحدث من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.